ضربة الحظ جملة دايما بنسمعها، الحظ بيعدي على الإنسان ويجيله في أي توقيت من غير مناسبة. أرقام الحظ من المؤشرات أو من العلامات المهمة اللي ممكن تجيب لك حظ. إزاي تعرف تحسب رقم الحظ بتاعك يوم بيوم؟ هنعمل مثال بسيط، هديكوا حسبة بسيطة كل واحد يعملها ويسيب لي في التعليق رقم حظه النهاردة كام. النهاردة هي لحظة ما تشوف الفيديو. احنا دلوقتي بتوقيت القاهرة الساعة 12 بعد منتصف الليل، دخلنا في يوم 26 مايو. هتحط انت عندك كام سنة دلوقتي؟ خلينا نفترض ان انت النهاردة عندك 33 سنة، والنهاردة يوم 26 مايو، يبقى ال 33 هتجمع ال 3 زائد ال 3 يساوي 6، زائد ال 26 دول هيبقى عبارة عن 2 زائد 6 اللي هي 8، يبقى ال 8 زائد ال 6 تساوي 14، رقمين واحنا عايزين رقم واحد. ال 14 هتجمعهم هيكون 1 زائد 4، يبقى انت رقم حظك النهاردة يوم 26/5 لو انت كان عندك 33 سنة هو الرقم 5. جربها، احسبها، شوف الرقم هيعمل معاك ايه في اليوم. ممكن يجيلك علامة، ممكن يجيلك اشارة، ممكن ما يجيلكش حاجة. تشوف اليوم اللي بعده ولا تيأس، ضربة الحظ بتيجي في لحظة. جربوها، وكل واحد في الطريق يسيب لي رقم حظه. تحياتي للجميع.